الشورد ووصف في المغرب وكانت عيطت ليا. اي رجعت تقلاصة طبرناك لحبيبتي أم باري والمنتوجات الوطنية في جريدة الصباح. النصب على حراقة بالبيضاء وفوتو ويعتدي على مؤذين واحد مهاجر وفاميتو تي أم باري وتي عبرو وتي عاودو يعبرو بس ساك ميفوش 23 كيلو. عزيز ولد اختي بطل الخدمة باش يهز معايا السيكان ساك الأول تبلاصة ما عندي ما ندير لك المشة حصلتي مع الكلاب في السياق. أخوي الحسن الله يحفظه وورانا طمو بنت خويا الحسين وخواتتي الله يحفظهم توديع رسمي وخمجة واحد من الحكومة. طريق لمطار محمد الخامس متسعة والزحام عندي غفراسي بناشي دي الأسئلة والعواطف جاب لي الله المغرب في الأسئلة أكثر بزاف من الأجوبة. الوطن ما عقلش عليك خوتك وخواتاتك هما اللي دايمين ليك. شي مسؤولين في المطار عاملوني أحسن معاملة تحية لسي هشام والموظفات الروعة. نقلب على الباب درتها بفضل الله زوينة تلاقيت مو واحد شاب مغربي توضر ليه الباسبور والباجاجا ما داخل وتلفت قلبت لي حويجو لقيت فيهم الباسبور خلا عندي حويجو وقلت لي سير عند البوليس قلب على الباجاجا ما وبالفعل مشى ولقاه. تحية للطلبة المهاجرين أول مرة في الطيارة تنبرك في هذا البلاصة مكيسة تسرح رجلي كيف ما بغيتي وأول مرة تنعرف هذه البطونة تتنقص بها الضوء اللي داخل من هذا الشريجم. قاع الحباب والصحاب اللي كبروا بنا في المغرب الله يكبر بكم. واحد معلومة دي السلامة اللي تيقولوها هنا في الطيارة عندها معنى واعر تيقول لك إلا وقعت لك شي كارثة لا قدر الله صبق راسك انت الأول بالأكسجين عاد اعتق اللي عداك. أنا بصح حرفيا فوق الصحاب الروز والسومو 7 سوايع في الطيارة تطيب. وصلنا المطار مونريال بقينا 2.5 ساعة تنسناو الباكاج عاد خرج. ها حنا رجعنا لمونريال. مونريال تلاجة كبيرة اش من تلاجة كبيرة نقول فريقو كبير منضروب في 4. ملي تتخلي بلاد الشمس وتتجي تعيش في فريقو راه كاين شي مشكل اما في البلاد اما في الشمس وغالبا المشكل في الشمس. الكذوب والنفاق صليا. تحية للمغاربة فين ما كانوا تحية لجميع المغتربين.